رواتب حيل قليلة، مو مثل باقي الدوائر. فأولا نطالب بتعديل سلم الرواتب، هذا أول شيء. بالنسبة للدولار هسه ارتفع، فالراتب لا ما يسوي شيء بالسوق، فنطالب بانخفاض سعر الدولار. حيل فرق يعني هسه، إذا كمثل رواتبنا يجيب له ثلاث ورق، هذا هسه ورقة ونص ورقتين هيك صارت. كموظفين أولا رواتبنا احنا قليلة، وبالنسبة لنا عندنا غبن، وصار ارتفاع الدولار أثر كثير علينا. يعني من هنا الراتب إذا ناخذه أمانة الله أسبوع ما يبقى، يعني أشتجي عليه مرتفع، المواد مرتفعة، النفط مرتفع، الكهرباء مرتفع. فلو ورقتين ونص أنت الشهر كله أش تكفيك، وأطفال ومعيشة وروحة وجية على الدائرة، أصلا ما عندنا خط إحنا، أولا نروح بتاكسي ونرجع بتاكسي على حسابنا الخاص. نطالب الحكومة أولا نظر برواتبنا وبأسعار المواد والدولار، انه يعني اول فقره هي فقره الدولار، ان ينزلون السعر. والله اثر على كل العراق، يعني اثر على الطبقه الفقيره واثر على كل المواطنين العراقيين. انا كموظف اي اثر علي هذا؟ لان هذا اسعار رواتب وزاره التجاره قسم منهم رواتب ضعيفه، يعني مو يعني 450 او 500 او 400، هذا اثر عليه، اثر عليه. فاحنا اللي نريد شغل سلم الرواتب عد، يعني إضافة لصعود الدولار أثر علينا. يعني أبو الراتب اللي راتبه مثلا 700 صار تقريبا 500. أي قبل كنت أشتري قوانيس الطحين مثلا ب 10,000 12,000، البارحة 20 كيلو ب 20,000. يعني الراتب صار 500 أو 450 على هذا الحساب، إما زيادة الرواتب أو تخفيض الدولار حتى نحل هاي المشكلة.